هي الرحلة الثانية لبلاد السور العظيم، الأولى جاءت بالمستلزمات والكمامات، والثانية تحمل على متنها شحنة اللقاحات. طائرات القوة الجوية تحلق حينما يتعلق الأمر بالحياة. وصلت طائرات القوة الجوية العراقية على متنها شحنة اللقاحات. نعم. هناك تنسيق عالي بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع العراقية. يعني حقيقة شكرنا وتقديرنا إلى وزارة الدفاع بمنتسبيها، قيادة القوة الجوية، السيد وزير الدفاع. هذه مو المرة الأولى طبعا، احنا كل الأجهزة الطبية، المستلزمات الطبية نتيجة لجائحة كورونا، نتيجة لعدم فتح أغلب المطارات، وزارة الدفاع دائما سباقة بإسناد جهود وزارة الصحة. تنط رسالة للمواطن أن الدولة مهتمة بهذا المواطن ومهتمة بالقضاء على هذا الوباء، والحمد لله والشكر المهمة نجحت. خمس دقائق من الآن طائرة C-130 القوة الجوية العراقية ستنزل محفوظين سالمين، والمواد الطبية جايبيها وياهم والحمد لله والشكر. الحمد لله. حينما يتعلق الأمر بالحياة، الجيش العراقي والمؤسسة العسكرية تكون في المقدمة. يوما بعد يوم تثبت القوة الجوية أنهم أهلا للواجب. تعد الصين والعراق صديقين حميمين وشريكين عزيزين. 中国发生疫情以后，伊拉克向中方提供了重要的支持和帮助. بعد حدوث وباء كوفيد-19 في الصين، قدم العراق حكومة وشعبا دعم والمساعدة الإنسانية إلى الحكومة الصينية والشعب الصيني. ينتمي كل من الصين والعراق إلى دول شرقية ذات الحضارة العريقة، ويشكل مقابل الإحسان بالإحسان مفهوم قيم مشترك متجذر في ثقافتنا. منذ أن تلقينا الأوامر من المراجع العسكرية المتمثلة بدولة رئيس الوزراء المحترم من خلال السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش المحترمين، أوعزنا إلى مديرية العمليات الجوية ومن خلالها إلى عمليات قاعدة الشهيد محمد علاء. تم اتخاذ الإجراءات من حيث الفلات بلانينج وتحديد الطواقم الطائرة، وكانت رحلة حقيقة من دراستها أنها رحلة ليس بالسهلة، 21 ساعة إلى 22 ساعة ذهاب، وحاليا أكثر من 28 إلى 29 ساعة إياب. إحنا مشروع دائم في أي مفصل، مثل ما أذكر دائما، لحماية شعبنا. اليوم هو حالة إنسانية، نرفع من معاناة هذا الشعب، باستطاعتنا نستطيع أن نقدم أي شيء يكون هو سعادة بها شعبنا ونرفع من معاناته، فإحنا حاضرين. سيادة العميد، يعني الحمد لله على سلامتكم. قائد طاقم الطائرة طائرة القوة الجوية العراقية العائدة من الصين، الرحلة أكيد مو سهلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أخذ التوجيهات من القائد العام القوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، وبتوجيه مباشر من قائد القوة الجوية المحترم، تم نقل أول شحنة للقاح كوفيد 19، والحمد لله والشكر. نتمنى إن شاء الله يعم السلام والصحة لجميع الشعب العراقي. والله يا الرحلة كانت كلش طويلة، بس الحمد لله والشكر يعني ما لقينا بها مصاعب، وجهود الطاقم كله والحمد لله رحنا ورجعنا وجبنا اللقاح، وإن شاء الله بعد أكو رحلة ثانية احتمال إن شاء الله نجيب بها اللقاح الثاني. قد استغرقت رحلتكم؟
والله هي صارت على شكل وجبات، فصارت تقريبا 40-45 ساعة. هكذا وثق لكم إعلام وزارة الدفاع اللحظات التي وصلت بها طائرة القوة الجوية العراقية وعلى متنها شحنة لقاحات كورونا من وسط الصقور. سلام الربيعي يحييكم، إعلام وزارة الدفاع.